الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. أنباء عن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم. اعتصام أنصار التيار الصدري بالبرلمان العراقي يدخل أسبوعه الثاني دون بوادر على حل الأزمة. بانوراما الرابعة من نيل الأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وإضافة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية باعتباره مصدرا واعدا للطاقة مع توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية لما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والتخطيط والمالية. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2022، وأوضح البيان أنه تقرر فتح باب تسجيل رغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الخميس القادم وحتى يوم الاثنين، وذلك وفقاً للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر، أي بنسبة 89.2% فأكثر. الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.17% فأكثر. الشعبة الأدبية 264 درجة ونصف الدرجة فأكثر، أي بنسبة 64.51% فأكثر. تواصل المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة عملها بمحافظات مصر كافة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالجرعات العادية التنشيطية الثالثة والرابعة، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض. السيد رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، تستضيف وزارة الداخلية شباب وبراعم حي الأسمرات لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل اتحاد الشرطة الرياضي. احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية
والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان، يا فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا، وخلانا اجي اشوف الناس في اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميله جدا لما رحنا الاسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصوره جدا في دراستي، وبقيت بروح اماكن جديده. الحياه بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما رحت الاسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل أفكار اللي كانت في دماغي اتغيرت أصلاً. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات، بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة هنا في الأسمرات. في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي، بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكرا للي نادى وادى فرصة للحياة، حق الإنسان يا حلم حق ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني انسان من جديد وتكون معاه. شكر للي نادى وادى فرصه للحياه، حق الانسان يا حلم حقق وبلا. ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا. متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا انا نجي قضيت اليوم ده وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها، تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب اهمية يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، ومبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا.
احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة عملها بمحافظات مصر كافة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالجرعات العادية التنشيطية الثالثة والرابعة، بخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض. في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا على مدار الساعة، بدأت الفرق الطبية بمحافظات مصر كافة الجرعات التنشيطية الرابعة، وذلك للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية. طبعا لما لقينا الإقبال على الجرعات الرابعة تم مد حملة طبق الأبواب، كانت المفروض أنها تنتهي يوم 4/8، الحقيقة اتمدت لمدة أسبوع للوصول للمستهدف اللي احنا عايزينه. الجرعة الرابعة احنا بنعملها 6 أشهر بينها وبين الجرعة الثالثة، والناس اللي سنها أقل من أكثر من 65 عاما بنديهم الجرعة الرابعة خلال 3 أشهر بين الجرعة الثالثة وبين الجرعة الرابعة بنديهم، لأنه طبعا بيبقوا هم أكثر عرضة عندهم الأمراض المزمنة. وطبعا ده احنا كمان بنتابعه عن طريق اللي هو دمج المبادرات عندنا، اللي هي الاعتلال القلوي والضغط والسكر برضو بنقيسه. هو في إقبال كويس يعني ومعقول بالنسبة للجرعة الرابعة، أي حد انتهى من أنه خد الجرعة الثالثة من 6 شهور يقدر يجي ياخد الجرعة الرابعة، وفي بدأت الوزارة تبعت رسائل للناس اللي أخذوا الجرعة الثالثة من 6 شهور إن هم يبتدوا ييجوا ياخدوا الرابعة بتاعتهم. الناس اللي فوق 65 سنة يقدروا ييجوا ياخدوا الرابعة بعد 3 شهور من الجرعة الثالثة. التطعيم يتم وفقا لمعايير الجودة وسط إجراءات احترازية غير عادية تتم بين المواطنين خلال عملية التطعيم. الناس فاكرة إن خلاص خدوا جرعة أو 2 يبقى كفاية، بنفهمهم إن ده بيرفع المناعة وإن الفيروس بيحور نفسه من فترة لفترة، فإحنا دايما لازم بناخد الجرعات اللي نازلة أجدد وبنفهمهم إيه أهميتها. المريض لما بيجي أنا أكون بس غسلة إيدي، وبعد كده أول ما يدخل بلبس الجوانتي وبحضر الحقنه بتاعتي، يعني ان انا ما المس الحقنه باي حاجه تانيه من الاسطح. بعد كده بدي الحقنه، واهم حاجه عندنا ان احنا بنرمي كل حاجه في مكانها، السنون بنرميها في السيفتي بوكس، والقطنه والجوانتي بنرميها في الكيس النفايات الخطره. المواطنون اثنوا على عمليه التطعيم لما يتم من اجراءات ميسره خلال تطعيمهم. انا جاي اخد الجرعه الثالثه عشان ما يحصلش اي حاجه وربنا ما يجيبش لحد حاجه وحشه. يعني طلعت سجلت في الكارت وعرفت ان انا خدت 3 جرعات وكتبت لي الجرعه الرابعه ونزلت في منتهى السهوله واليسر. يعني البدء بتطعيم المواطنين بالجرعه الرابعه للقاح فيروس كورونا خاصه اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن يؤكد مجددا حرص الدوله المصريه على مواجهه المرض ومنع انتشاره اينما كان. محمد حلمي، النيل. أشارت مصادر مصرية إلى اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأفادت بإجراء اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وتؤكد القاهرة استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين. قلق دولي ودعوات لخفض التصعيد ونداءات بحماية المدنيين في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 3 على التوالي، فيما أسمته بالفجر الصادق والذي قالت سلطات الاحتلال إنه سيستمر على مدى أسبوع. العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء بينهم أطفال وتضرر العديد من منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى توقف محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل. حركة الجهاد أعلنت من جانبها أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الجمعة الماضي. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97% من الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب وأسدود وعسقلان دون وقوع إصابات.
التصعيد الجديد بين حركة الجهاد وتل أبيب جاء بعد ساعات من إعلان الاحتلال قتل أحد قادة الحركة تيسير الجعبري الجمعة في مدينة غزة، وخالد منصور الذي أكدت الحركة مقتله السبت في غارة على رفح جنوب القطاع. الصحة الفلسطينية حذرت من تدهور الوضع الصحي في القطاع في ظل إمكانيات محدودة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وإخفاق الجهود الدبلوماسية عن إحياء أي توافق سياسي يضمن وضعا مستداما في غزة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بعد التحية، هناك استجابة للتحرك المصري بالاتفاق على الهدنة، ودائما ما تتواصل المساعي المصرية لاستقرار الوضع في غزة كما نتابع دائما. كيف إذن تتمن هذه الجهود في سبيل استعادة الاستقرار ومنع التصعيد في غزة؟ هو منذ اللحظة الأولى ومصر تبذل جهودها من أجل كبح جماح التصعيد داخل قطاع غزة، ومصر من اليوم الأول وهي تتواصل مع كافة أطراف هذه الأزمة سواء الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، وهي تسعى من جانبها لوقف التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة منعا لتصاعد الأوضاع وتوتر الأوضاع أكثر من ذلك. فمصر دائما وابدا ما تسعى الى كبح جماح هذا التصعيد، وتسعى الى ان تتوقف دوامه التوتر في هذه المنطقه وعوده الاستقرار اليها. والوفد الامني المصري يتواصل على اعلى مستوياته مع كافه اطراف هذه الازمه سواء من الجانب الاسرائيلي او الجانب الفلسطيني. استاذ صلاح، كيف تتابع ايضا ردود الفعل الدوليه على موجه العنف تجاه قطاع غزه في الايام الاخيره، وماذا تتوقع من المجتمع الدولي ان يقدم في هذا التوقيت، ربما كما يرى البعض مع انشغال المجتمع الدولي بالازمه الروسيه الاوكرانيه الحاليه؟ هناك ادانه واسعه من جانب معظم دول العالم، خاصه وان العالم ليس في حاجة إلى أزمة جديدة بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أصبح العالم يعاني منها الآن، سواء على صعيد عدم الاستقرار في هذه المنطقة أو على صعيد الارتفاع الحاد في أسعار مواد الطاقة وأسعار السلع الأساسية التي كانت أوكرانيا مصدرا أساسيا لها. فهذه الأزمة الجديدة من جانب إسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وجدت إدانة واسعة من جانب المجتمع الدولي والدول العربية خاصة، إلى جانب أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا بناء على طلب من الإمارات العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لكن من جانبنا نرى أن الإدانة وحدها لا يمكن أن تحل هذه الأزمة المتصاعدة، سواء من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وهي اعتداءات متكررة ومنذ العام 48 وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وتحاول أن تفرض ما تريده بالقوة المسلحة، إلى جانب أن العالم الآن أصبح في حاجة إلى أن يعيد النظر لترتيبات هذه المنطقة، خاصة وأن معظم الدول تم استقلالها تماما، والدولة الوحيدة التي ما زالت تقبع تحت نير الاحتلال هي الشعب الفلسطيني، وهي القضية الوحيدة في العالم الآن التي لم تجد سبيلا للحل، والدولة الوحيدة التي ما زالت تمارس الاحتلال هي دولة إسرائيل. فيجب أن يبحث العالم عن آلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ويمنع إسرائيل من تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعلى. إذن أستاذ صلاح، في ظل هذه الجهود بالطبع على رأسها الجهود المصرية لاستقرار الوضع في غزة وتحقيق التهدئة والردود الأفعال الدولية التي تمثلت كما ذكرت في الإدانات الدولية الواسعة لهذا العدوان العنيف على قطاع غزة المتواصل منذ أيام، ماذا تتوقع في الأيام القادمة أن تسفر عنه هذه الجهود وهذه الإدانات؟ إلى أين يتجه الوضع في غزة في الفترة القادمة؟ هي مصر تبذل جهودها من أجل وقف التصعيد، وأعتقد أن الجهود المصرية تتواصل منذ اللحظة الأولى كما أشرت مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. ومصر نجحت في العام الماضي في وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة في كما وقعت اعتداءات مماثلة في مايو من العام 2021،
اعتقد ان الجهود المصريه ستثمر نجاحا في اعاده الامور الى نصابها ووقف التصعيد الاسرائيلي، خاصه وان يعني الاطراف ليست مستعده للاستمرار في هذا التصعيد، خاصه وان هناك مدنيين سقطوا جراء هذه الاعتداءات واطفال ونساء، وليسوا من العسكريين الذين يعني قالت اسرائيل انها تستهدفهم، بل شملت هذه الاعتداءات اطفال صغار، ووجدنا طفله عمرها لا يزيد عن 5 أعوام سقطت جراء هذه الاعتداءات، الى جانب يعني السيدات التي سقطن ايضا جراء هذه الاعتداءات. لم يقتصر العدوان الاسرائيلي على سقوط قتلى من العسكريين، لكن ابتدت الضحايا اللي تشمل اطفال ونساء وغيرهم من الذين دفعوا ثمنا من هؤلاء الابرياء، الى جانب تدمير البنيه الاساسيه التحتيه الفلسطينيه في قطاع غزه، اصبحت دائن الان وتعاني من الامدادات، خاصه قطاع المستشفيات والقطاع الصحي يعاني من ندره مواد الصحيه، الى جانب محطه الكهرباء الرئيسيه والوحيده في غزه التي لم يصل اليها الوقود نظرا للحصار الاسرائيلي القائم على القطاع، الى جانب امدادات الغذاء والامدادات الاغاثيه، خاصه وان يعني الأونروا باعتبارها منظمه معنيه بتقديم العون للشعب الفلسطيني توقفت عن العمل واقتصر نشاطها الان فقط على القطاع الصحي فقط، الى جانب المعاناه الاساسيه التي يعاني منها سكان القطاع باعتبار انهم يعانون من الحصار الاسرائيلي القائم ومنع وصول المواد الغذائيه والاغاثيه اليهم. فاعتقد ان يعني الامر يحتاج الى يعني وقف دائره العنف ووقف هذا التصعيد العسكري الذي يعاني منه الابرياء. نعم استاذ صلاح، يعني كثيرا ما تم اقرار والاتفاق على هدنه بين الفلسطينيين واسرائيل في اوقات سابقه، الا ان هذه الهدنه يعني ما تلبث ان تخترق من جانب اي طرف من الاطراف. ما الضمانه على استقرار الوضع في غزه في الفتره القادمه قريبا وسريعا في ظل هذه الجهود المتواصله وعلى راسها بالطبع الجهود المصريه؟ ما الضمانه برايك لاستقرار الهدنه هذه المره؟ هو مصر ضامن رئيسي لعدم تصعيد الأوضاع، لكن هناك أطراف إقليمية لا يعنيها الأمر ولا يعنيها سقوط الضحايا، ما زالت تتدخل في الملف الفلسطيني، وأصبحت يعني القضية الفلسطينية بدلا من أن تكون قاصرة على الشعب الفلسطيني وإسرائيل فقط، أصبحت هناك أيادي وخيوط تتداخل فيها وتتشعب الملفات الدولية والملفات الإقليمية داخل هذه القضية. فالامر يحتاج الى اولا الى اللحمه الفلسطينيه، المصالحه الفلسطينيه التي نجحت القاهره في ان تعيدها الى جاده الصواب. مصر نجحت في يعني تحقيق المصالحه بين حركتي فتح وحماس باعتبارهما الكتلتين الكبيرتين في الساحه الفلسطينيه، الى جانب تحقيق المصالحه مع بقيه الفصائل الفلسطينيه الاخرى من جانب، الى جانب ان محاولات التهدئه التي تبذلها القاهره ونجحت فيها خلال اعتداءات العام الماضي كما اشرت حققت نتائجها، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باعاده اعمار غزه، ورصدت مصر 500 مليون دولار لهذا، وتوجهت الشركات المصريه التي يعني قوبلت بترحاب وقوبلت بحفاوه بالغه من جانب الاشقاء الفلسطينيين، باعتبار ان مصر تحاول دائما ان تكون يعني مساعده وتمد يد العون لشقيقتها العربيات في كافه المجالات. صحيح. استاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في الوقت نفسه اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. لم تكن القدس تلك المدينة القديمة المقسمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حاجة إلى تقسيم زمني جديد فرضته قوات الاحتلال تدريجيا ليصبح اقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى أمرا معتادا يستغرق يوميا عدة ساعات تحت حراسة مشددة. في أحدث سلسلة اقتحامات دخلت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد من باب المغاربة إحياء لذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم
بعد أن سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهم باقتحام الأقصى على الرغم من توتر الأوضاع مع القصف المتبادل بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية التي امتدت لتسمح للمتطرفين اليهود بأداء صلوات في ساحات الأقصى، واعتبرت رام الله أن ما حدث هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء وينذر بسكب المزيد من الزيت على النار. ويمثل انتهاك المستوطنين المستمر لباحات الأقصى انتهاكا لاتفاق تاريخي قديم يسمح لغير المسلمين بزيارة الأماكن المقدسة دون أداء الصلاة فيه، وفي الأقصى تحديدا تتولى الأردن الإشراف على المسجد ضمن مهمتها لإدارة شؤون الأوقاف في المدينة، بينما تشرف إسرائيل على الأوضاع الأمنية حول الأقصى. لكن المستوطنين الإسرائيليين لم يكتفوا بأداء صلواتهم عند حائط البراق أسفل الحرم مباشرة، بل أصبح العشرات منهم يتجولون يوميا في ساحات الأقصى في خطوة من شأنها تقسيم التجول في حرم أولى القبلتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوميا. يواصل أنصار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر اعتصامهم في البرلمان العراقي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع نفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. للأسبوع الثاني على التوالي يواصل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامهم في محيط البرلمان العراقي مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إن شاء الله الاعتصام لو دام سنوات بأمر القائد السيد مقتدى الصدر نحن باقون على هذا الاعتصام المفتوح لحين تحقيق مطالب القائد السيد مقتدى الصدر. كان مقتدى الصدر زعيم التيار الحاصل على أكبر نسبة تصويت في الانتخابات السابقة قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لحل خلافات التيار مع تحالف الإطار التنسيقي النيابي حول من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما دعا الصدر إلى تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية الحالية. الأحزاب رغما عنها تستجيب لأنه لا سلطة فوق سلطة الشعب، والصوت الأعلى هو للشعب، والشعب اليوم قرر أنه إزاحة جميع هؤلاء الأحزاب الفاسدة التي جثمت على صدر العراق منذ 19 عام والآن. المفوضية العليا للانتخابات لم تمتص غضب المحتجين ونفت تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرة إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين، مرجعة تأخر تحديد الموعد إلى عدم صدور تشريع من مجلس النواب يحدد ميزانية خاصة لتمويل تنظيم عمليات التصويت وإعلان النتائج. وتعاني البلاد حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر عام 2021 وتعثر تشكيل حكومة جديدة وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 من نوفمبر، واستقالت نواب التيار الصدري من البرلمان في 12 من يونيو الماضي، ما دفع الإطار التنسيقي العراقي إلى طرح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار التيار الصدري. واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال 3 أيام، وأعلن اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان في 30 من يوليو. غادرت 4 سفن محملة بالحبوب اليوم من أي أوكرانيا الواقعين على البحر الأسود حسب ما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أنها تنقل حمولة من حوالي 170 ألف طن من البضائع المتعلقة بالزراعة. وتسبب توقف ملايين الأطنان من الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا أحد المنتجين الرئيسيين في العالم إلى جانب روسيا، تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أفقر البلدان وأثار مخاوف من حدوث أزمة غذائية في العالم. في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية، أبحرت 4 سفن تحمل مواد غذائية من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
السفن الأربع تحمل أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على ذلك، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عملية استئناف تصدير الحبوب. وقال مركز التنسيق المشترك إنه صرح بمغادرة 5 سفن جديدة عبر البحر الأسود بواقع 4 تغادر من مينائي تشرمونوريسك وأوديسا، وعلى متنها 161,084 طنا من المواد الغذائية وواحدة قادمة. وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أليكساندر كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود في إطار اتفاق لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية. وكشفت السفارة الأوكرانية في لبنان أن أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي لن تصل إلى لبنان الأحد كما هو مخطط. وقد غادرت السفينة رازوني ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، وعلى متنها 26,527 طنا من الذرة، وكان من المقرر أن ترسو في مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان، لكن السفارة الأوكرانية في لبنان قالت إن السفينة تأخرت دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل. تأتي هذه التحركات في إطار اتفاق توصلت إليه الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي بعد تحذيرات من المنظمة الدولية من احتمال تفشي المجاعة في مناطق من العالم بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا، مما أدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار، حيث شكلت روسيا وأوكرانيا معا قبل الغزو ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم. بانوراما النيل متواصلة معكم فيها بعد أخبار الاقتصاد. الصين تختتم اليوم أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان. والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في هذه البانوراما مع دينا قنديل. تفضلي دينا. أشكرك آلاء. إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وفيها صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي، ومؤشر الأسهم الصغيرة يصعد بأكثر من 4%. ونبدأ أخبارنا الاقتصادية من البورصة المصرية، والتي ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، وسجل مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودا تجاوز 4%. وتدعمت تعاملات السوق بعمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لنحو 669.5 من 10 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 4 مليارات جنيه. ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX30 بالنسبة 8%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX20 بنسبة 4.8%. أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نحو 33.14% مليار دولار خلال يوليو الماضي. هذا واستقرت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته الأسبوعية. ووفقا لأسعار البنك المركزي، سجل الدولار 19.7 جنيه للشراء و 19.15 جنيه للبيع. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير التموين علي المصلحي مع بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة روبير بوغودا مدير العمليات بالبنك، وبحث الوزيران الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الأزمة الأوكرانية.
أكد الوزيران أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرا في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. دعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وقال توفيق إنه طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني وكذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني. وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. أعلن جهاز تنمية المشروعات عن ضخ تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2 مليار جنيه، كما وفرت 152,000 فرصة عمل للمرأة والشباب. وأشار الجهاز في بيان إلى أن هناك زيادة في قيمة التمويلات بنسبة 38% مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي. هذا ويعمل الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والحرفية ومشروعات الصناعات التكميلية. أعلنت الأمم المتحدة مغادرة 4 سفن أخرى محملة بمواد غذائية من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود. وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن 4 سفن محملة ب 161,084 طنا من المواد الغذائية غادرت موانئ تشيرنوموريسك وأوديسا. وشكلت روسيا وأوكرانيا معا قبل العملية العسكرية ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم. ختام أخبار الاقتصاد، إلى مزيد من الأخبار السياسية مع آلاء حامد، تفضلي آلاء. شكرا دينا وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ونتابع معكم أخبارنا في هذه البانوراما. ونتحول إلى هذا الخبر، تنهي الصين اليوم أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، ما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. في ظل التوترات في المنطقة، تنهي الصين أوسع مناورات عسكرية تنفذها في محيط تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، ما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وأثارت بيلوسي التي تتبوأ ثالث أعلى منصب في الدولة الأمريكية سخط الصين بزيارتها إلى تايوان، وهي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما. وردت بكين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع. وأطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية، في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها. يمكن القول أن التدريبات هذه المرة هي الأقوى والأكثر كثافة والأكثر ردعا في تدريباتنا حول مضيق تايوان حتى الآن. على سبيل المثال، حلقت صواريخنا مباشرة فوق الجزيرة، فوق المنطقة التي تنتشر فيها صواريخ باتريوت التايوانية بكثافة. في الوقت نفسه حققنا أيضا ضربات دقيقة تحت أنظار سفينة إيجيس الأمريكية، كما أجبرت التدريبات حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان على التراجع مئات الكيلومترات. ومن المفترض أن تنتهي هذه التدريبات حتى لو أعلنت بكين أن مناورات جديدة بالذخيرة الحية ستقام حتى 15 أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية. وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني التي تشرف على هذه العمليات أنها أجرت تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان وفق ما كان مقرراً. وأكدت أن الغرض من هذه المناورات هو اختبار القوى النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى. ورصدت السلطات التايوانية 20 طائرة للنظام الشيوعي و14 سفينة تشارك في مناورات مشتركة
بين سلاح الجو والبحر في محيط تايوان، وتجاوز 14 منها الخط الأوسط، ما دفع تايبي إلى إطلاق دوريات لصدها. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. في فرنسا ظل حوت أبيض طريقه إلى نهر السن بعيدا عن موطنه الطبيعي بمياه القطب الشمالي. هذا الحوت رصدته سلطات قبل أيام في النهر وتتابع تحركاته عن كثب بواسطة طائرة مسيرة. حوت ظل طريقه، جملة قد تبدو غير مألوفة لدى أي مستمع، لكن في باريس وتحديدا في نهر السين فالأمر مختلف. فتلك ليست المرة الأولى التي ترصد السلطات حوتا أبيض في مياه السين بعيدا عن موطنه الطبيعي بمياه القطب الشمالي. هذا الحوت رصدته السلطات قبل أيام في نهر السين وتتابع تحركاته عن كثب بواسطة طائرة مسيرة، وهو يسبح ببطء في حوض بين خليجين على بعد 80 كيلو مترا من باريس. مسؤولون محليون أعربوا عن مخاوف متزايدة على مصير الحوت الذي يبلغ طوله 4 أمتار بعد أن رفض الغذاء وبدا عليه الهزال، فيما قد ظهرت علامات على جلده ربما تشير إلى احتمال تدهور صحته. وسيقوم بيطريون بتقييم حالته الصحية قبل اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سيتم التدخل بها، ولا يعرف المنقذون بعد ما إذا كان امتناع الحوت عن تناول الطعام سببه المرض أم فقدان الطاقة التي تعينه على ذلك. لذلك يحاول المنقذون تغذيته بأسماك حية. كان الحوت قد ضل طريقه بعيدا عن بيئته الطبيعية قاطعا 160 كيلو مترا في أعالي نهر السين بعد ميناء روان متجها صوب العاصمة الفرنسية. وتعيش الحيتان البيضاء عادة في المحيطات القطبية وشبه القطبية، حيث يمكنها العيش مؤقتا في المياه العذبة. وفي أواخر مايو الماضي نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن قطع عشرات الكيلومترات وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر. وفي شهر يونيو شهد حوت آخر يصل طوله إلى 10 أمتار، ويعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين، وهو ممر مائي مزدحم يربط باريس بالبحر. هنا مشاهدينا، لم يتبقى في هذه الساعة الإخبارية الشاملة سوى التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه لتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. مصادر تشير إلى اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. اعتصام أنصار التيار الصدري بالبرلمان العراقي يدخل أسبوعه الثاني دون بوادر على حل الأزمة. انتهت بانوراما الرابعة، شكرا لكم. مزيد من التفاصيل على موقعنا على الانترنت nile.eg. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.